فارق بقى ما بين الانديه الجماهيريه والانديه لا طبعا يا كابتن، الانديه الجماهيريه اللعب حضرتك عارف يا كابتن اللعب مختلف، انت مجرد بس صوت الجمهور بينده عليك غصب عنك بتموت نفسك. موضوع الانديه الجماهيريه يا كابتن وجودها حاجه عظيمه لاي لعيب، وحاجه بتفرق معايا كلعيب لما تجيب جون والجمهور ينده عليك، لا جو مختلف خالص. كان متوقع هبوط حرس الحدود؟ من البدايه. من البدايه؟ من البدايه. ان كانت الامور ما اعرفش فيها الامور فلتت، هزيمه بتجيب هزيمه، هزيمه بتجيب هزيمه، هزائم كثيره كتيره كتيره فلتت خلاص. تحس ان اللعيبه جات لها حاله لا مبالاه. نادي طلائع الجيش كان عامل فريق جيد جدا، ولكن ايضا للاسابيع الاخيره بيتنافس مع بقيه الفرق او بيتصارعوا على الـ بص يا كابتن، احنا يمكن مسكنا فرقه الجيش، انا كنت مع كابتن محمد يوسف، منظومه محترمه جدا. لكن برضو اللعيبه جات لها فقدت حته المكسب برضو. طبعا قعدنا نعاني، فاللعيب بتخسر. بس يوسف كان عامل، كنتوا عاملين فرقه كويسه، فرقه كويسه قوي وعاملين شغل. الكابتن انا مش عايز اقول لحضرتك كابتن، الكابتن كان بيجي النادي من 10 الصبح يمشي مثلا الساعه 7 8 9 بالليل. شغل وحاجات، بس ما فيش توفيق، في حاجه مش طبيعيه. اوكي. عملنا كل حاجه. فابتدت هزيمه تجيب هزيمه، هزيمه تجيب هزيمه، لحد ما مشينا. بعد كده برضو جه الكابتن عماد النحاس، ما مشيتش جه بس كابتن بسيوني، كسب 3 ماتشات ورا بعض، فرقوا هم طبعًا. اللي قعدوهم طبعا طبعا طبعا. ولكن هو فريق جيد، فريق طلائع الجيش عنده منظومه محترمه. طبعا منظومه محترمه بصراحه. نعم، موفرين كل حاجه، موفرين كل حاجه. طيب على الجانب الاخر، في فرق في وسط الجدول، يعني سموحه برضو كنا نتوقع منها افضل من كده. الاسماعيلي والحقيقه برضو للحظات الاخيره وللاسابيع الاخيره، يعني الاسماعيلي برضو باسمه الكبير وتاريخه الكبير لم نتوقع ان يصل الى هذه الدرجه من اللي كان بيحصل. انديه اخرى يعني، بص يا كابتن الاسماعيلي يمكن المشاكل اللي حصلت وتغييرات مجلس الاداره وكده، لكن برضو اسم الاسماعيلي كبير طبعا. الاسماعيلي يوصل لحد الاسبوع الاخير اللي هو بينافس على الهبوط، ده برضو حاجه مش طبيعيه يا كابتن. يعني برازيل مصر زي ما بيقولوا، يعني ما ينفعش ينافس بالطريقه دي، ما ينفعش خالص. برضو ارجع اقول لحضرتك، فرقه زي البنك الاهلي وسيراميكا ما ينفعوش اللي هم ينافسوا على الهبوط. الاتحاد سكندري برضو، بس الاتحاد يعني لحق نفسه بدري. لا الاتحاد لحق نفسه بدري. يعني يمكن النتائج بتاع الاتحاد في الاخر، مدرب كويس على فكره، مشي وجي كابتن طارق العشري. كابتن طارق العشري من يومين بالظبط. مدرب كويس جدا زرون. لكن الفرقه دي كانت ماشيه بشكل كويس في الاول، جه في الاخر برضو خسرت كذا ماتش ورا بعض. لكن برضو هم كانوا مأمنين نفسهم من بدري، عندهم عدد كبير من النقاط يقدروا يأمنوا نفسهم. أمنوا نفسهم من بدري، المقاولين هكذا، المصري هكذا. لكن في 7-8 فرقة كانوا بيعانوا لحد 36 بونت. برضو إنبي برضو في الآخر لحق نفسه. إنبي مع تامر مصطفى عمل شغل كويس. طبعا مدرب كويس قوي، شخصية محترمة جدا يعني. الجونة وزد وبلدية المحلة، شايفهم إزاي هذا الموسم في الدوري العام؟ الجونة وزد أو العام الجديد يعني. بص يا كابتن، الفرقتين دول هيدعموا في إمكانيات مادية طبعا. أعتقد هو زد معاها كابتن مجدي عبد العاطي زي ما هم، صح؟ مكمل. الجونه لسه كان من امبارح تقريبا بيقولوا ان في مفاوضات مع كابتن طلعت يوسف، طبعا مدرب كبير، بس في تعثر في المفاوضات، فلسه لم يستقر على المدير الفني الجديد. اوكي. بلديه المحله مكمل فيها تقريبا لحد دلوقتي احمد عبد الرؤوف. زد امكانيات موجوده، جونه امكانيات موجوده، بلديه المحله نادي جماهيري. برضو نادي جماهيري طبعا، هتلاقي في دعم جماهيري كبير. لكن مش بالدعم، مش من الانديه الماديه الغنيه. شايف ان هم يقدروا يقعدوا السنه الجايه الثلاث انديه دول؟ وارد. زد هيقعد بنسبه كبيره. الجونه لحد دلوقتي ما سمعناش على اي صفقات في الجونه، ما سمعناش عن اي حاجه، تحس ان في تعتيم جامد، تكتم شديد. مين مسؤول؟ مين بيجيب اللعيبه؟ مين بيتعاقد؟ الجونه تعاقد مع مين؟ في تعتيم غير طبيعي. حتى الان لم تظهر اي صفقه في نادي الجونه. زيد بيجيب، بيفاوض على لطفي، بيفاوض مجموعه لعيبه من النادي الاهلي، صحيح. طبعا. ففي حاجات معلومه بالنسبه لزيد. بلديه المحله برضو ما فيش اي لعيبه ظهرت ان حد رايح البلديه، غير خبر يمكن ارينو اللي هم بيفاوضوا كام لعيب من المحله. وطلع احمد عبد الرؤوف انكر، قال لك انا مش محتاج اي لعيب من فرقه من اللعيبه اللي نزلت فرقه المحله. ففي حاجات لسه لم تتضح لحد الان. هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. خلينا اخدك لمنتخب مصر ورؤيتك لمنتخب مصر مع روي فيتوري. لا الراجل عامل نتائج كويسه.